السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج. إحنا النهاردة في زيارة مكرم سيدي حمزة الصاحب رضي الله عنه، والمشهور بحمزة الصحابي، لكن اسمه الحقيقي هو سيدي حمزة بن محمد بن هبة الله بن عبد المنعم الصاحب، وهو من نسل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن مش من زمن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله عنه في شارع هدى شعراوي بالقاهرة، وكان مولده في قرية أصفون تبع مركز إذنة لمحافظة الأقصر. وانتقاله رضي الله عنه كانت سنة 1283 ميلاديا، والمقام روعة، في نفحة وفي مسجد ملحق بالمقام اللي هو الشباك اللي حضراتكم شايفينه ده، بيفصل بين المقام والمسجد، لكن المسجد ألحق بالمقام بعد كده، يعني هو في بدايته كان ضريح فقط لا غير يعني. كان رضي الله عنه جمع بين الطريقة الشاذلية وبين طريقة سيد أحمد البدوي، لأنه من معاصري سيد أحمد البدوي، وسمع من سيد ابن دقيق العيد رضي الله عنه وأرضاه، و ولي وزارة مصر، يعني بما يعادل الآن في المناصب رئيس وزراء مصر لتقواها وصلاحها. رضي الله عن سادتنا الصالحين في مشارق الأرض ومغربها.